طيب نقطة بقى بخصوص موضوع التسطيب. بص كده، احنا هنشتغل على ريفت 2025، هنشتغل على اخر اصدار للريفت ده، مش دارج يمكن في اي مكان، ايا كان، اقسم بالله في اي مكان عمره ما اشتغل معاك على اخر اصدار، تمام؟ بس الفكرة ان انا شفت في ابديتس كتير من 23 ل 24، فكنا بنشتغل على 24، بس لما لقيت 25 نزل في شويه ابديتس تخص الجماعه بتوع التسليح او الجماعه بتوع الرينفورسمنت يعني، قلنا خلاص نستغلها. اوكي طيب، انا مش مهندس مسطب، عندي 23 وعايز اشتغل بيه، اشتغل بيه ما عنديش مشكله، سطب المكتبه بتاعته واشتغل بيه، بس لو ناوي تخش معانا جزئيه التسليح هتيجي في الاخر وتسطب ريفت 2025 او 2024. طيب انا عندي 19، لا ما ينفعش 19، لا الا لو بقى الجهاز بتاعك ضعيف، يعني لو الجهاز بتاعك ضعيف وما ينفعش تسطب اعلى من كده ماشي، لكن لو غير كده لا، بدايتنا مع بعض 2022، اقل من كده هقول لك ماليش دعوه باي حاجه، ماليش دعوه مثلا بالسيت اب، ماليش دعوه بالمكتبه، ماليش دعوه بمثلا ايه الكراك يضرب ومش الكراك يضرب، لان مش هتلاقي يعني مش هيكون دول مش من ضمن الرخصه عندنا، انا معاك من اول 22 لحد 25. هو الجهاز المفروض يكون كور كام يعني؟ احنا قلنا المينيمم ريكويرمنتس اللي هي كور اي 5 جيل الخامس، حلو قوي على 25 زي الفل بالنسبه للمشروع بتاعنا، هيشغلك وتمام تمام ده هيشتغل معاك تمام. طيب معاك بعد اللايسنس السنه هتقف. بص، في اماكن بقى بتبيع لايسنس رخصه بتاعت الطلبه وحاجات زي كده. طيب ماشي، طب لو انا باشمهندس مسطب مثلا زي ما باشمهندس بيقول اصدار ريفت وعامل عليه كراك وجيت اسطب 2025، هنقسم الموضوع ده لجزئين، لو مسطب لحد ريفت 19 ملوش دعوه، لو مسطب 20 شغال هنا وهنا، 20 21 22 لازم تشيل الكراك عشان مش هيرضى يتسطب اصلا، مش هتعرف تسطب اي حاجه اصلا، مش هيرضى يعني تضغط دبل كليك يتسطب، مش هيرضى يتسطب اصلا تمام، من غير ما تشيل الكراك، هتشيل الكراك وبعد كده تخش تنشط الرخصه تمام. طيب بالنسبه للرخصه احنا بنعمل ايه في الاول كده، عشان يعني الداتا بتاعتكم مش بتبقى متظبطه قوي، اللي بعت ايميله غلط، اللي بعت ايميله مش مظبوط، اللي ناوي يبعت ايميل تاني كده يعني، فبنعمل ايه، هنعلمك الاول ازاي تاخد رخصه ترايل لمده شهر من الاوتوديسك. النسخه الترايل دي ممكن اصلا تستغنى عن الرخصه بتاعت كيان مثلا، وانت كل شهر تعمل رخصه، يعني انا كنت لحد فتره قريبه كده كنت كل شهر باجي اعمل رخصه، بعد كده رحت جاي شاري رخصه لايسنس، بس انا شاريها عشان مستني خمس سنين انستراكتور فشاريها للشغل. رخصه ترايل من اوتوديسك بتديك شهر، ليها طريقه معينه بتعملها ومشروحه معاك في الفيديوهات اللي موجوده على الفلاشه تمام، فانت هتاخد رخصه لمده شهر، قبل ما يعدي اسبوعين حتى او ثلاثه هيكون ايميلك متضاف على الرخصه بتاعت السنه دي تمام، فهتيجي جاي داخل بايميلك هتاخد الرخصه السنه. اوكي هتبدل بس الايميلات، هيقول لك خلاص انت معاك رخصه سنه والدنيا هتبقى تمام خلاص يعني هي مرتبطة بالجيل بالميل. فأنا مش عارف أكون بس موجودة على اللابتوب مثلا، هي مرتبطة بالجيل بالميل ايوه بالميل، على هنا وعلى مجال البيت. تقدر اصلا الرخصه ينفع تتعمل على تقريبا جاهزين تقريبا يعني ماشي. ايه تاني؟ لو حد عايز يجي يسطب يعني عنده مشاكل في التسطيب او مش بيعرف يسطب او كده، مع ان الفيديو اللي انا هنزله هو واضح ما فيهوش حاجه، ممكن عادي يجي المقر هنا ويجي يسطب معاهم هنا عادي، الباشمهندس احمد واستاذ احمد برضو، الاثنين احمد، فهيساعدوك في موضوع التسطيب وهيسطبوا لك الدنيا ويظبطوها لك يعني تمام، بس حاول ايه تتواصل معاهم قبل ما تيجي، يعني تواصل معاهم عشان برضو ما يكونش في حاجه او حاجه معينه وراهم فما يكونش مركز معاك. الفيديوهات هتنزل على الجروب بخصوص اي حاجه تخص طريقه الدفع او كده، انا ماليش دعوه، انت ممكن تتواصل مع الجروب او اللي ضافك في الجروب اللي انت فيه طب انت بس يا استاذ فارجع فيه. اتكلمت عن الريفيد وكده، برنامج الريفيد ما بقى البرامج ننزلها فين وكم ولا الطريقه ازاي؟ بقيه البرامج نفس الاصدار،
25 برضه. تمام، بقيه البرامج نفس الاصدار. هتواصل مع مين في موضوع التسطيب؟ بص شوف بس مين اضافك في الجروب، هتلاقي فيه ادمن هما فيهم بتاع مثلا 15 16 واحد وعاملين جروبات كده كتير، تمام؟ فخش اساله وهو هيقول لك كل حاجه. اسال الادمن بتاع الجروب اللي هو ضايفك فيه وهيقول لك كل حاجه. الجروب ده رقمه كام؟ ده رقمه كام؟ اه الجروب ده رقم كام؟ تمام، الراوند ده 44. عايز الفيديوهات على فلاش؟ لا. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عايز بعد المحاضره اخد الفيديو على فلاش؟ لا. ليه بقى؟ الفيديو حلوه دي، الوضوح حلو صح؟ من الاول كده.